الأول في مسابقة الفنون البرية نشمي وللقدس موهبتي هو الأخت نوال عبد الرحيم. نوال عبد الرحيم، والف مبروك نوال عبد الرحيم، معنا متواجدة معنا بالاستديو. كل عام وانت بألف خير، وان شاء الله تقبل الله الطاعات، والف مبروك الجائزة يا نوال. الله يبارك فيكي. وطبعا اكيد مشاهدينا الكرام رح يكون معنا حمزة طقاطقة ايضا الفائز بالمركز الاول بمسابقة نشمي وللقدس موهبتي عن فئة النشيد. نرجع لك نوال، وأنت حاصلة على المركز الأول عن فئة طبعا الفنون البصرية، ألف مبروك ما شاء الله عليك، وأكيد قدمتي شيء جميل جدا. هلأ بنعرض يعني عملك الرائع، لكن بداية بنبارك لك وإحكي لنا فعلا كيف شاركتي بهذه المسابقة. الله يبارك فيكي. أنا فعليا بتابع على الفيس او على وسائل التواصل الاجتماعي كل معظم النشاطات اللي ممكن تستهويني، فكان من ضمنها اللي هو المشاركه في هاي المسابقه. قرات عنها لفتت نظري، وفعليا حسيت انها متوافقه مع اتجاهاتي والاعمال اللي انا بعملها، فحبيت اني اشارك فيها ويكون لي دور فيها، يعني بغض النظر سواء فزت او لا، فكان بيشرفني المشاركه فيها. جميل. ست نوال اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك وكل عام وانت بخير. طبعا مشاهدينا نوال ضيفتنا لليوم اللي فايزه بالجائزه الاولى بالمرتبه الاولى في مسابقه نشمي وللقدس موهبتي، هي عضو في رابطه الفنانين التشكيليين ومنذ عام 2009 ست نوال، وبتستخدم الوان الاكريليك والزيتيه في لوحاتها، وحاصله على بكالوريوس في علوم الحاسوب ودراسات عليا في علم المكتبات والمعلومات. يعني توليفه جميله بين الحاسوب وبين علم المكتبات والمعلومات وبين الموهبه والفن، شيء جميل. وقامت بعمل معرضها الشخصي الاول في عام 2022، وشاركت في عده معارض خارج الاردن مثل بريطانيا وكندا وامريكا وهولندا وسراييفو وطوكيو، وطبعا كان لها معارض في الأردن في محافظات مختلفة. تحكي لنا عن هالمشوار الجميل ما بين الدراسة وبين الفن وبين المشاركة في المعارض والمسابقات وبين البيت كمان ست نوال. هلا أنا فعليا من صغري كنت دائما أرسم، وإلي يعني إلي بس كله شخصي، يعني إلي مشاركاتي سواء في بيتي أو حتى بين صديقاتي أو وهيك، بس ما عمره فكرت انه انا ممكن اشارك، يعني كان لإلي فعليا. تمام. كنت درست كمبيوتر ودرست مكتبات وكنت اشتغل بهذا المجال. نعم ما شاء الله. فعليا انا بيتي كله لوحاتي، بس كان زي ما قلت يعني انه هو كان شيء شخصي يعني. بالضبط. فلما صرت يعني صار عائلتي يعني حجمها كبير، فكان لازم اتفرغ كعائله لعائلتي يعني، تركت شغلي وبهذا الوقت اللي هو كونه بالبيت وهيك، شوي شوي بدون يعني بدون تخطيط يعني صرت ارجع للموهبه تاعتي. فرغتي موهبتك. وبنفس الوقت صرت احضر معارض، فصرت احس انه يعني لوحاتي ممكن انه تكون بمستوى جميل، يعني ممكن انه يتعرضوا هيك. فمن هون دورت على جهه رسميه ترعى موهبتك او انه اشارك فيها. شاركي نعم في معرض او انه يعني تشوف انه تقيم شغلي. فعليا يعني انا دورت على نقابه او على شيء خاص بالفنون التشكيليه، فكان اللي هي الرابطه وقتها اللي هي الجهه الاساسيه اللي انا عرضت فيها شغلي وانقبلت، فكان مؤشر لي اني استمر. فاستمريتي وكانت فعلا بلشتي هيك فعلا لما تفرغتي لموهبتك اكثر بالبيت. بس نحن بدنا نذكر الساده المشاهدين انه الاستاذ عمر ما زال متواصل معنا برسمته الرائعه اللي طبعا بدون ما يقيم الالم، بس سمحنا له يبدل الالم دعاء سريعا.
وكمان بدي أنوه أنه الأستاذ عمر هو أحد اللجان التحكيمية اللي كانت موجودة. نعم. فرد من أفراد اللجنة اللي كانوا بمسابقة نشمي. نعم. والقدس موهبتي. بدي شوي أجيلك أستاذ عمر تحكي لنا عن المسابقة وعن الأعمال اللي كانت تجيلكم بمجال الفنون البصرية. نعم، هي الأعمال يعني المسابقة كانت عن طريق جمعية القبة الثقافية، وهي نعم. جمعية تعني بالخدمة القدس وهي تابعة لوزارة الثقافة. طلب منا يعني أنه احنا نكون محكمين لهذه الأعمال، وحطينا بعض الشروط وقبلوا فيها، وجانا أعمال كثير بصراحة، يعني حوالي أتوقع 250 عدد غير الأعمال اللي رفضت طبعا. وصار في تقييمين، التقييم الأول خرجنا حوالي ب 30 عمل طبعا. بدون ما نعرف الأسماء وبلشتوا تغربي. لكن احنا بصراحة يعني في بعض الأعمال واحد كان يعرف انه هذه كذا، ولكن احنا في أمانة أمام الله سبحانه وتعالى كنا صحيح. حريصين جدا، يعني من أسلوب مثلا أنا عرفت لوحة نوال من أسلوبها. نعم. لكن بالنسبة ما كان الاعتماد على التقييم لوحدي أنا. في ناس ثانيين ما كانوا يعرفوا مثلا، في لوحات كثير رفضت وكانت أعمالها رائعة مميزة جدا. شو كان سبب الرفض؟ الرفض لأنها مكررة مثلا، أو أنه ما عملت لهذا المعرض، أو أنها ضعيفة. يعني هو الأصل كان أنه للمسابقة فقط. فكان هذا سبب الرفض، يعني من الأعمال اللي رفضت كثير من فنانين كبار في الأردن يعني. ما شاء الله. ومنهم ناس أعمارهم كبيرة في الهال، لكن مش لهدف أنه والله هو لوحته مش كويسة، لا، لكن هي لأنها لوحة قديمة وعرضت في معارض فرفضت لهذا الأمر. وقيمنا الموضوع، 33 عمل، والثلاثين عمل برضو عملنا لجنة، اللجنة نفسها كانت مؤلفة من ثلاث منهم، حتى خطاط اللي هو عبد الرحمن مرعي، ومنهم الدكتور الصمادي اللي هو كان في اللجنة أيضا. والحمد لله يعني استطعنا أنه كان في نزاهة الحمد لله في في التصويت، لأنه أكثر أغلب الموجودين حتى الدكتور الصمادي كان في بنته مشاركة وكان في نزاهة كثير وما فازت ولا في أي تصويت يعني. نعم. وأنا طبعا بالنسبة لي أنا حرمت على بنتي تشارك يعني. هذا أمر طيب الحمد لله. أستاذ يعني. عمر، شو كانت الشروط نحكي، وشو اللي أهل لوحة نوال إنها تفوز بالمرتبة الأولى؟ هذا القلم خلص كمان كمان قلم خلص بس هي اللوحة صارت صراحة جميلة يعني. هو الشروط كانت يعني شروط أن يكون العمل الفني يعني التكوين مناسب، والفكرة يعني داخل في الفكرة رائدة فيها. الفكرة موجودة يعني. لو نعرض لوحة، ياريت نعرض لوحة نوال والأستاذ يشرح لنا عن اللوحة مباشرة. نعم. يعني هو هذه الفكرة أنه يعني لازم يكون العمل عمل مختص في القضية. أه. مختص في القدس اللي هي طبعا نشمي، والقدس موهبتي، مختص في الأردن إنه الأردن كيف دعمها للقضية الفلسطينية، قضية نعم. القدس، وإنه نعم. هي شيء يعني نعم. أساسي عند الأردن. استاذ عمر، إحنا عم نعرض نعم. عفوا عن المقاطعة، بس عم نعم. نعرض اللوحة اللي فازت لست نوال. يعني الصحيح إنه كان في لوحات كثير جميلة أيضا وتستحق الفوز، لكن كان في يعني علامات فروقات بسيطة فروقات بسيطة نعم. حطينا احنا علامات لكل هذا، فكان العلامات يعني فازت الست نوال نعم. وفازت اللوحة الثانية، مع انه مثلا بجوز انا او رأي الاستاذ الصمادي او رأي الاستاذ مرعي انه اللوحة هذيك تكون الاولى مثلا، لكن بالعلامات فازت الست نوال، لانه العلامات كان كل واحد يضع العلامات لوحده. جميل. ففي الاخير صار تصفيه العلامات، وجد انه اعلى علامه كانت نعم. لوحه الست نوال. حلو ما شاء الله. نعم. اكثر ما يميز لوحه ست نوال شو كان هيك لفت نظركم؟ والله اسلوبها. حقيقه انا من زمان حكيت لها الحكايات، قلت لها انه اسلوبك متفرد يعني في العمل، لانه في طريقه لها في العمل اسلوب خاص يعني، بس عشان هيك انا عرفت لوحتها. نعم. بس تشوف اللوحه بتعرف انه هاي لنا كل شخص له صبغه يمكن. له صبغه. في ناس لا بتلاقيه متنوع زي انا مثلا،
أنا مرة برسم بالخط الواحد، مرة بالأسود، مرة بالفحم، مرة بال يعني في اللي صبغة معينة بعض الشغلات، لكن في بعض الأعمال بيعرفوش إنه هذه عمر بدور عملها. إلا ما تطغى صبغة الشخص بالنهاية. بعض نعم. بعض الشغلات نعم. فلذلك هي بالنسبة لها متميزة في هذه. نعم. ما شاء الله نعم. هذا لوحة جميلة جدا ألوان. أنا شجعتها على الأسلوب أكثر من مرة، قلت لها ابقي على هذا الأسلوب، هذا نعم. أسلوب رائع جميل. جدا. يعني حتى أكثر الفنانين الكبار. شجعوها يعني على انها تبقى على هذا الاسلوب. ما شاء الله يعني فعلا لوحة ابهرتنا جميلة فيها تفاصيل دقيقة كتير وشفنا التفاصيل الصغيرة صحيح. الحلوة صحيح. وكأنها حكاية. نعم. لو تحكي لنا ست نوال عن هاللوحة، من وين استوحيتي فكرتها وقدي اخذت معك وقت وكنتي متوقعة انك تفوزي بالمركز الاول؟ هلأ انا فعليا يعني سبحان الله يعني في شغلاتك الله بيسرها. أنا من قبل بشهرين بلشت قبل أعمل تخطيط تخطيط للوحة اللي هي هاي اللوحة كانت. فأنا عملت سكتش وهيك شو بدي أحكي يعني أنا هاي اللي بيميزني هي اللي هي التفاصيل الصغيرة. يمكن أنا هاي لقيتها طريقة هي إجت معي بالصدفة لأنه بحكي فيها زي ما قلتي يعني فيها عمق حكاية يعني حكاية. أنا لاحظت أشياء صغيرة صغيرة لكن حتى هيك شفنا في ناس صغار هدول زي كأنهم لهم كل شخص له حكاية وهو يسير يمكن للمسجد الأقصى. صحيح. هلا أنا هاي الطريقة هي اللي التفاصيل خلتني أقدر مثلا أحكي اللي بدي إياه خلال اللوحة. هاي التفاصيل الصغيرة بتخليني أقدر إني أعطي تفاصيل كثيرة اللي هي التكسير أو زي الزركشة الصغيرة. بحكي حكاية ممكن تفهمي كل القصة من خلال هاي الدقة تفاصيل. فيها التفاصيل الصغيرة. نعم. فقبل بشهرين أنا بلشت أخطط وبلشت أختار إيش بدي أعمل ألوان وأطلع مثلا إنه بدي أحط المسجد الأقصى قبة الصخرة، بدي أجمع أكبر قدر لحد أدل على المكان والنخيل يعني بهذا الشكل. وبنفس الوقت سبحان الله إجت أنا وعم برسمها حتى بقول هاي لازم تتحط بمكان إنها تظهر توصل الرسالة لأكبر عدد. يعني ما رسمتيها للمسابقة؟ أنا ما هي أنا خلصتها ضمن المسابقة. كيف يعني أنا خلال هدول الشهرين وأنا إجت المسابقة فقرأت لما قرأت المسابقة قلت هاي طب يعني عم بتعبر شو أنا عم برسم. نعم. يعني إنه هاي مطابقة يعني هي إجت بالصدفة بس إنه أوكي يعني أنا ما كنت مخلصة تقريبا ثلاثة أرباعها يعني سبحان الله بالضبط. فأنا لما قرأت كان معي تقريبا يمكن شهر وشوي فكثفت الجهود يعني أنا بتوقع إنه يعني يمكن كان حتاخذ معي ست أشهر وكنت إذا ما في إشي الواحد على مهله بيشتغل لكن هناك مسابقة وبدك تشارك وقت محدود فأنا كثفت الوقت اللي أنا بشتغل عليها وتشجعت صراحة حلو. فخلصت حتى أنا قدمتها يمكن قبل بيوم من آخر يوم يعني إنه ما شاء الله وفزتي وأخذتي المركز الأول ما شاء الله تبارك بس هو يعني أنا لما شاركت يعني طبعا النجاح بدلك إنه استمري إنه في ناس بتقدر شو جهدك هذا إشي كتير حلو. بس أنا لما رسمتها كان يعني حتى إنه حابة إنها تنعرض بهذا المكان بغض حلو. النظر داخلك كنتي حاسة رح تفوزي ولا كنت خايفة ومتشككة؟ يعني أنا حسب الشروط الموجودة عندي بتتوافق لأنه هي عمل جديد توكلت على الله بالضبط إنه حاولت إنها هي زي ما بقول لك يعني تخطيط قبل بشهرين بس توافق. لو أنا مثلا ما كنتش بقدي فيها كان صعب إنه خلال شهر أعمل عمل كبير شوي وبهالتفاصيل. يعني أنا كنت تقريبا الفكرة موجودة وكل شيء بس إنه أنا باقي تنفيذ إلها فهون يعني لو كان لا ساعتها كان حيكون صعب صراحة. جميل. صحيح. نوال لمن تنسبين نجاحك ولمن تهدين هذا النجاح وهذه اللوحة وهذا الإنجاز؟ والله بصراحة يعني يعني من الداعم الرئيسي في حياتك اللي خلاك فعلا تقدمي و أنا أمي مثلا إلها ميول فنية جميل فأنا أخذته منها هذا الإشي وأهلي دائما كانوا بشجعوني نوجه لهم تحية صراحة أهلي يعني كتير داعمين وزوجي كمان داعم صراحة كمان بنوجه له تحية بلاش يزعل لا لا هو أهلي بالأساس وهو كمل صراحة ما شاء الله كان داعم ولا زال داعم بهذا المجال. حلو. نعم. نطمن على الأستاذ عمر وين وصلت رسمتك وقديش بقي لها الأستاذ عمر؟ والله الأقلام يبدو غلبته شوي والله خلصوا قلمين
ما شاء الله. كم قلم بدك على هالحالة؟ نعم. كم قلم عادة مخلصها بقلم واحد يعني. لكن ما أعرف الأقلام كأنها كان جايبها مستعملة. أوكي تمام. هو يعني حتى اللون مختلف يعني. أنا أول مرة بشوف قلم حبر بخلص صراحة. دائما إحنا الأقلام بضل فيها شوي بس يبدو اللوحة عن جد بس وازنة. الأستاذ عمر يستهلك الأقلام يعني. أنا وقفت أكثر من مرة يعني بس لكن الأساسية كانت في نعم في خط واحد يعني. ما شاء الله جميل يعني لوحة رائعة أكثر. وهذا سكتش فما بالك بكرة بس تصير لوحة فعلا. هي إذا بتحبوا نجيبها على الكاميرا هيك نلفها إذا أكثر. أيوة. أنا إذا بتحبوا بوريكم بعض الأعمال موجودة. نعم. يعني في الخط الواحد. هلا إذا أستاذ عمر تشرح لنا عن الرسمة أكثر. وهي هيك انتهت ولا لسه بدها شوي؟ هي كسكتش تقريبا يعني انتهت لكن هي راح تتنفذ كلوحة راح يكون يعني يختلف بعض تمام. الأمور فيها راح تكون فيها ظلال أكثر راح يكون فيها بروز أكثر للقدس والوجه راح يكون أكثر نعم. شوي هيك يعني هي مشروع للوحة كبيرة هي مشروع بتكون راح تكون مشروع للوحة نعم. يعني كما حصل في أكثر من أعمال يعني نعم ما شاء الله الله يعطيك العافية هي بالمناسبة جميلة. يعني أنا بلشت خط الواحد حتى وأنا كنت في الإمارات السوق كان في أزمات تأخذ معي ساعة أحط الدفتر بجنبي إذا هذا الدفتر في الإمارات فعشان هيك جبته كان هو بداية لهذا نحن خالفوك فهذه شايفينها نعم. تشرح لنا اللوحة أكثر بس قبل ما نبدأ باستعراض الرسومات بدنا نعرف هلا اللوحة أنا بقصد فيها طبعا الآن إحنا في عيد لكن رغم الابتسام على وجه الأم الفلسطينية إلا أن هناك في داخليا اللي هو الأسر نعم. الأسر للأسرة لابنها لأخوها ل يعني حتى للشهداء يعني وهي همها القدس يعني القدس حتى على رأس القبة القدس ومع ذلك في أمل يعني هاي بيوت طبعا في أما هي حاضنة الأسرة وحاضنة الهم وحاضنة لأنه الأسر هو هم يعني هاي القضبان صحيح. هي عبارة عن سجون الأسرة سجون الأسرة وهي هم ورغم ذلك هي الأقصى على رأسها الأم الفلسطينية وهنا في الخلفية طبعا راح يكون راح تظهر أكثر الأردن مع فلسطين هاي خارطة فلسطين راح تظهر أكثر طبعا وهي يبدو أنه فعلا نهر الأردن البحر نعم. الميت راح تظهر أكثر يعني في اللوحة نعم. وهنا هاي هون راح يكون في أزهار الياسمين يعني أنا عملت لوحة قبل هيك نزلت اللي هي أم الياسمين سميتها فكانت شبيه. نفس الطريقة فهي بعض اللوحات راح تكون في ستايل واحد رائعة جدا فحبيت أنه تكون يعني بالطريقة هاي الفكرة هيك لكن إن شاء الله راح تشوفوها في ما شاء الله تتكئ على لوحة الأردن إن شاء هما الله. دائما يعني الأردن تؤازر فلسطين إن شاء وتحمل الله. هم فلسطين أكيد. فالمرأة الفلسطينية تميل يعني وتتكئ على أنا بتذكر في عرسي أنا حكيت لك إنه إحنا كانت مش القصيدة اللي كانت شعب واحد مش شعبين نعم هذا نعم. في عام 90 يا أقصانا حنا جندك ثورة نعم. على المعتدين أهلك في الأردن الصامت شعب صحيح. واحد بذكر بذكر الشيخ أبو زنت كان موجود وأخذ الشريط رحمه الله وقال إني أنا بدي أسلمه لجلالة الملك وسلمه ثاني يوم في نعم. جلالة الملك على أساس عشان القصيدة نعم. هذه لأنه جميل. إحنا هيك أصلا نعم. إحنا تربينا هيك شعب واحد مش شعب احنا تربينا نعم. على هذا الشيء واحنا اصلا الشعب الاردني والشعب الفلسطيني واحد ما في نعم. اخوي واخوك ابن عمك نسيبي كذا كلهم صحيح. انا عندي صحيح. في العائله بجوز حالي عدايلي بجوز ثلاثه من فلسطين اخواتي من زوجات مع فلسطين اولاد عمي عمي متزوج من القليل نعم. اخوي مواليد مخيم بلاطه اخوي صحيح يعني كيف يعني هذه لوحة نسيجها أصلاً متداخل احنا أصلاً احنا فلسطين والأردن شعب واحد نعم ما في هذا حكي فاضي أي شيء يعني حتى لو حاول المندسين لو حاول أيها خلاص احنا هذه شعب حقيقة ثابتة هاي نعم. بغض النظر وهذا أصلاً في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان النفاق وكان الناس اللي مندسين كانت الناس اللي بدها تخرب العلاقات موجود صح. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح. فاحنا مش غريب على هذا كنت استاذ بدك تفرجينا بعض من السكتشات هيك سريعا هاي السكتشات يعني بلشت في عام 2002 نعم هاي كانت اذا نصورها على الكاميرا بعد اذنك استاذ عمر ممكن يعني الى ان يتم ضبط الكاميرا على اللوحه نرجع لنوال
يعني نوال أكيد ما وصفتينا شعورك لما أعلنوا فوزك بالجائزة ولمن تهدي النجاح، يعني كون هاللوحة عن القدس وعن فلسطين، والآن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة يمكن حرجة وخاصة في القدس والتضييق عليهم في القدس، فبتوقع أنه اللوحة أنا أهديها كفوز أردني إلى أهلنا في فلسطين وللقدس. فعلا أنا بهديها لأهلنا بفلسطين بالقدس، وهي رسالتي دائما ضمن هذا الإطار. نعم. اللي هي أنا اللي هي إنه إحنا الرسالة هاي أخذناها من أجد من آبائنا، يعني معظم القصص هاي واللي تربينا عليه وعلى أهلينا بدنا إنه ما يضيع لعن أولادنا. نعم. يعني نعم. بدنا نورثهم. أه. وهون أنا الطفل اللي حطاه باللوحة بعني في هذا الإشي. أه. اللي هي إنه بدنا نورث القضية وإنه سنعود معنا. نعم. الطريق للقدس إن شاء الله قريب يا رب. وإنه إحنا سنعود. نعم. يوما، وإنه الكبار وإن ماتوا لكن الصغار ما بينسوا أبدا. بالضبط. وأنت مرابطة مع أهلنا في القدس من خلال فنك ومن بالضبط. خلال ريشتك ما شاء الله. شيء جميل. صحيح. طيب نرجع عودة للأستاذ عمر والسكتشات قبل ما نختم لقائنا، ونشوف إذا هيك تشرح لنا أستاذ عمر سريعا على السكتشات. في عنا أول لوحة. أها. هاي أول يعني سكتش. هذه اللوحات كانت في الإمارات، كنت وأنا ساق حط القلم والهذا وراء لانه كان في ازمات. أه. ارسم مباشره بخط واحد، حتى التعرجات كانت مقصوده لضرب السياره كذا. أه. فكانت تظهر بهذا الشكل، يعني هذه اللوحات هاي كانت تقريبا يعني بدون تعديل. أه. وهاي هيك كلها بقلم الحبر. كلها بقلم الحبر. نعم. نعم نعم. حتى هذه جميل ما شاء الله. نعم. كل لوحة لها قصة ولها. نعم. معنى. نعم. ولها يعني هو قصة. يعني ارتباط كل القصص كلها في الأرض. نعم. كل ارتباط قصص كلها في الأرض، يعني حتى لكن طبعا هاي كلها تعتبر سكتشات لكن. هي لوحات. نعم. نعم ما شاء الله. يعني بدنا نشكرك أستاذ عمر على هذا المجهود الرائع. يعني بدي أوريك لوحة أم الياسمين. نعم. هذه برضو في الخط الواحد في الحبر. أه. هذه اللوحة. نعم جميلة جدا. نقرب عليها ونشوفها عن قرب. شو حلوة. حلوة جدا. يعني هو هاي اللوحات هاي عملتها لوحة بالألوان الزيتية؟ لا لسه الآن لسه. هذه سكتشات جديدة. جديدة. فأنا حبيت أن أعرضها يعني نفس الطريقة الأسلوب هذا. لكن بدها وقت، هاي الآن حجمها صغير فما تعبتني ولا شيء. لكن هذا حجمه كبير شوي اساس تظهر للجمهور. فكان فيها شوية تخلص القلم وكذا مش بس. الله لكن يعطيك العافية. بس جهودك جبارة. فيها رسائل يعني ما شاء الله عميقة واضحة. بدي احكي عن اللوحة الاولى اللي في 82 او 83. هذه اللوحة كانت اللي وزعتها على حسابي في حفل اليرموك. في المركز الثقافي الملكي. نعم جميل. فهي كانت بوستر انا طبعتها وزعتها ليحمل سلاحك. هيك نعرضها على الكاميرا ونثبتها بعد اذنك. شو حلوه هذيك. هذه عمرها اللوحه هذه عمرها تقريبا 40 عام. مكتوب يا امي لا اريد دموعك اريد سلاحك. نعم. احمل سلاحك واتبعني. حلو جميل ما شاء الله. فيعني هذه كانت قبل 82 او 83 تقريبا. كانت تقريبا تحكي 40 سنه. هذا عمر طويل ما شاء الله. فهي وجدتها انا عند اختي ولا انا فاقدهم يعني وجدتها. عند اختي اخذتها و ذكرى جميله يعني ما شاء الله. يعطيك العافيه. رساله عمرها سنوات. بدنا نشكرك استاذ عمر البدور، وانت فنان تشكيلي و صاحب قضية ومرابط أيضا بقلمك وريشتك ويعني فنك العظيم. يعطيك ألف عافية. كل بدي أقدم دعوة أنا. تفضل. أنا بدي أقدم دعوة لكل المشاركين الفنانين. إحنا في معرض فلسطين حكاية ولون الدولي رقم 11 راح يكون في غزة وفي الضفة وفي روسيا وفي الأردن، راح يكون في ذكرى النكبة. فأنا بتمنى من جميع الفنانين يشاركوا في هذا المشروع الكبير. وبدي أقدم هذه
هدية لقناة اليرموك لأنه مشكور ما شاء الله هذه بارك اللوحة الله فيك. تفرجينا إياها اللوحة على الكاميرا أستاذ. هذه اللوحة ما شاء الله لوحة جميلة شو رائعة، وشعار اليرموك هو الحصان يعني هو فعلا فجميلة جدا، مشكور وبارك الله فيك على هذه الهدية الجميلة وعلى تواجدك معنا. كل عام وأنت بخير، الله يتقبل الطاعات. ست نوال كمان احنا بدنا نشكرك جزيل الشكر ونبارك لك. اكيد الله يبارك فيكم. نعم. شكرا كثير لكم. العفو، كل عام وانت بخير وان شاء الله بنشوفك كمان من اكبر الفنانين ونفتخر فيكي وفي اعمالك الفنيه الجميله صاحبه الرساله. شكرا جزيلا، كل عام وانت بخير. بيتكم عامر، ضيوفنا الاعزاء، تقبل الله الطاعات. مشاهدينا سنكون بعد فاصل قصير طبعا مستمرين معكم في سهرتنا سهرة العيد، وحنكون مع الفنان الملتزم حمزة طقاطقة والحاصل على المركز الأول في مسابقة نشمي وللقدس موهبتي، لنحاوره ونسمع منه كمان، نسمع صوته الجميل وباللحن والكلمة الملتزمة. خليكم معنا.